أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يصح القول بأن البشر قد وصلوا إلى القمر أم أنه كذب؟ وهل القمر نور للأرض والسماء الدنيا أم أنه نور للسماوات السبع كلها كما قال تعالى: وجعل القمر فيهن نورا؟ القمر في السماء الدنيا، في السماء الدنيا والوصول إليه نحن ما صحبناهم ولا ندري، هم يقولون هذا ونحن لا نصدقهم، لا نصدقهم لأنهم كفار لا يصدق خبرهم. نعم.